مشاهدي الكرام، اصب عليكم الخير واصب على الزميله منيه وعلى الزميل هاشم وكل من شاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتيه. مثل ما احنا عودناكم قبل قليل قلنا لكم احنا موجودين في مطار الكويت الدولي والطيران المدني السماح بعوده العماله المنزليه من الخارج غدا ان شاء الله يوم الاثنين بعد توقف دام 8 شهور. ويتوقع ان شاء الله العدد الاجمالي لجميع العماله المنزليه ب 80,000 من العماله المنزليه بمعدل 600 يوم راح تكون عوده العماله المنزليه. لكن نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس سعد العتيبي المتحدث الرسمي في الاداره العامه للطيران المدني. المهندس سعد صباحك الله بالخير ويعطيك العافيه. يعني الكثير من المواطنين والمقيمين ودهم يعرفون عن الخطه التي ان شاء الله لعوده عدد 80,000 من العماله المنزليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير ونصبح على مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. بالنسبة لنا في الإدارة العامة للطيران المدني تنطلق قدا بإذن الله أول الرحلات القادمة من الهند إذانا بانطلاق خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة. هذه الخطة التي تم تقديمها من قبل شركاتنا الوطنية وتم تكليف الطيران المدني بالإشراف ومتابعة هذه الخطة. فالحمد لله يعني تمينا كل الاستعدادات في مساء البارحة لانطلاق الخطة بإذن الله بوصول أول رحلة غدا من الهند، وكذلك سوف تصل الرحلة الأولى من مانيلا يوم الثلاثاء. الخطة تتركز على 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو يعني تخفيف العبء وتخفيف التكلفة على المواطنين الراغبين في عودة عمالتهم المنزلية. الهدف الثاني هو السفر المباشر من دول عالية الخطورة إلى دولة الكويت ولكن وفق الاشتراطات الصحية. الهدف الثالث كذلك هو الحجر المؤسس داخل دولة الكويت بدلا من أن يكون في دولة وسيطة وتحت رقابة وإشراف السلطات الصحية في دولة الكويت. المهندس سعد، بنتكلم كذلك يعني هل سيتم الفحص داخل المطار أو أنه راح يكون الفحص في المحاجر اللي راح إن شاء الله تجهز؟ بالنسبة للخطة، الخطة تتحدث عن 3 فحوصات بي سي آر للعامل المنزلي. الفحص الأول يتم داخل دولته قبل المغادرة ب 96 ساعة، والفحص الثاني عند وصوله إلى دولة الكويت في اليوم الأول، والفحص الثالث قبل خروجه من الحجر المؤسسي في اليوم 13. وبالتالي يعني تطلع النتيجة في اليوم 14 يستطيع المغادرة. فهذه 3 الفحوصات التي تم يعني ترتيبها خلال الخطة هي للتأكد من سلامة الركاب القادمين من العمالة المنزلية لدولة الكويت والمحافظة على منظومتنا الصحية في دولة الكويت. المهندس سعد كذلك، أنه هل يطلع من دولته دايرك مباشرة على دولة الكويت أو أنه ينتقل إلى دولة أخرى أو أنه مباشرة دايرك على دولة الكويت سواء من العمالة الفلبينية أو العمالة الهندية؟ نعم، هي الخطة تتحدث عن دول عالية الخطورة والسفر من هذه الدول مباشرة من هذه الدول إلى دولة الكويت، ولكن وفق اشتراطات السلطات الصحية بحيث أنه يخضع للحجر الإلزامي لمدة 14 يوم في مساكن مخصصة لهذا الحجر. فبالتالي هي خطة لتخفيف العبء عن المواطنين والكفلاء وتخفيف العبء عن كذلك العمالة المنزلية. بدلا من قضاء الحجر في دولة وسيطة سوف يتم قضاء الحجر المؤسسي داخل دولة الكويت. التكلفة، ايش قدر تكلف المواطن او المقيم اللي راح توصل ان شاء الله العمالة المنزلية الى دولة الكويت؟ ودنا نعرف التكلفة مع تجهيز السكن للرجال والنساء بخصوص بحدود 58 بناية موجودة. نعم، بالنسبة لنا في الإدارة العامة للطيران المدني حاولنا بقدر الإمكان أن تكون التكلفة منخفضة على المواطنين وعلى المقيمين، حتى يكون يعني نجاح هذه الخطة هو بتقديم أسعار تنافسية. وفعلا تم التفاوض مع شركاتنا الوطنية، وبهذه المناسبة حقيقة نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة التي قدموا أسعار أقل من الأسعار المعروضة في السوق، وكذلك بالنسبة لشركة نشر لخدمات طيران الناس التي سوف تقدم الباكج المتكامل للخدمات اللوجستية داخل دولة الكويت من حجر وما يتضمنه من فحوصات ووجبات وغذاء ونظافة ونقل. فبالتالي التكلفة نتحدث عن 270 دينار لتكلفة الحجر، ويعتمد على التذكرة يعني إضافة إلى التذكرة مثلا من الهند 110 دنانير بلس 270، من الفلبين 220 دينار التذكرة بلس 270 للحجر، من نيبال وسريلانكا وبنغلاديش 145 للتذكرة و270 دينار للحجر. فبالتالي حاولنا بقدر الإمكان أن يعني الأسعار تتراوح من 350 إلى 450. يعني هذا مجبر الآن العمالة المنزلية، أي شخص من العمالة المنزلية راح يحضر الكويت لابد تكون عنده إقامة صالحة.
نعم، هي الخطة تتحدث عن من يحمل المادة 20 ولديه إقامة صالحة في دولة الكويت، ونأمل يعني هذه الخطة أن يدخل فيها فئات أخرى بالنسبة للاستقدام الجديد وكذلك بالنسبة لفئات أخرى من المقيمين. لو نتكلم عن المنصة، عنده واحد عمالة منزلية يبي تحضر الكويت، شنو الإجراءات والطريقة اللي يدخل عليها ويقدر أن يجهز العمالة المنزلية توصل إلى دولة الكويت لمكانه؟ يعني في إجراءات عندكم؟ نتكلم عن المنصة. يعني احنا حاولنا ان يكون هذا المشروع هو مشروع لتسهيل على المواطنين، فاطلقنا منصه بالتعاون مع شركه نشن لخدمات الطيران التي هي شركه معتمده في مطار الكويت الدولي كشركه تقدم الخدمات الارضيه للركاب وتعمل هاندلنج للركاب داخل مطار الكويت الدولي من دخول الراكب للمطار حتى خروجه من المطار. شركه الخدمات الارضيه سواء نشن لخدمات الطيران او شركه الخطوط الجويه الكويتيه هي من معنيه بتقديم الخدمات للركاب داخل محيط مطار الكويت الدولي، فبالتالي تم اسناد هذه المهمه لشركه نشن لخدمات الطيران، وسوف تكون منصه سهله الكترونيه، يستطيع الكفيل الدخول من هذه المنصه بواسطه الكفيل بنفسه او من خلال مكاتب سياحه والسفر التي تجاوزت 300 مكتب سياحه وسفر دخلوا معنا في هذه المنصه، ويعبي كل البيانات بالنسبه له ككفيل وبالنسبه للعامل المنزلي تواجده في اي بلد، يختار الرحلة المعينة، يبعث في كل البيانات داخل هذه المنصة، يأخذ موعد لفحص PCR. هذه المنصة كذلك تهدف إلى ربط المختبرات الصحية في الخارج وموثوقية هذه المختبرات، بحيث لا يدخل في هذه المنصة إلا مختبر تم اعتباده من قبل السلطات الصحية في هذه الدول وكذلك من قبل السلطات الصحية في دولة الكويت، بدلا من مختبرات خارج المنصة وقد يكون غير موثوقة هذه المختبرات. اليوم كل المختبرات داخل المنصة هي الهدف منها تكون خط دفاع لدولة الكويت واختيار مختبرات موثوقة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول ومن قبل السلطات الصحية في دولة الكويت. مهندس سعد، في نهاية هذا اللقاء يعني كرسالة شكر تقدم لجميع الجهات الحكومية اللي ساهمت إن شاء الله راح توصل العمالة المنزلية بالإضافة إلى العمالة الأخرى إن شاء الله. يعني حقيقة أن نستغل هذه الفرصة أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان حقيقة لكل الجهات الحكومية المشاركة معنا وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة ووزارة المالية، الهيئة العامة للقوى العامة، الإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى لا ننسى دور وزارة الإعلام حقيقة الفعال والمؤثر الذي شاركونا في التوعية المجتمعية من بدء جائحة COVID-19 من يناير الماضي حتى اليوم، وكذلك لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لشركاتنا الوطنية التي تقدمت بهذا المقترح، ويعني نخص بالذكر شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة، شركة نشن لخدمات الطيران ناس، كل هذه الشركات، ونأمل حقيقة نجاح هذا المشروع حتى الانتقال إلى فئات أخرى بإذن الله عبر منصة بالسلامة وعبر مختبرات موثوقة لدولة الكويت. في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندس سعد العتيبي المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم الحديث الكبير عن وصول العمالة المنزلية التي تقدر ب 80,000 عاملة منزلية أو عامل منزلي. راح نرجع لهاشم ولمنى لتكملة فقرات برنامج صباح الخير لكم الهواء. تفضلوا.